حياك الله معنا في منيو البيت. اليوم عندنا حلقة مميزة مع شيف ضيفنا الجميل عثمان مدو. حياكم الله. راح فيك عثمان ويانا في منيو البيت. اليوم شو عندنا عثمان؟ اليوم إن شاء الله بنسوي مشبوس. مشبوس دياي. حلو. بطريقتي وبخلطتي. بإذن الله إن شاء الله ينال إعجابكم وإعجاب الجماهير. بإذن الله إن شاء الله. شو عندنا مكونات؟ حق دياي أول شيء عندنا بصل. بصل وعندنا جزر. حلو. وعندنا البهارات اللي هي الهيل والدارسين واللومي. هذا اللي بخلطهم انا مع بعض بخليه على جنب، وبعدها عندنا البهارات العدله حق المشبوس. أيه. والبهارات السبع اللي هي الكامله، وهذه مكونات المشبوس. يعني مكونات بسيطه صبغه، واعتقد الصبغه. اي الصبغه والملح، وعندي هنا الدهن. أيه. والبصل المكرمل حق التزيين. اوكي، الحين عثمان شو عندنا اول خطوه؟ اول خطوه بنتبل الدياي. تفضل. هذا الدياي عندنا. أيه. طبعا مغسل ومنقع انا بخل. أيه. وماي. بحط اول شيء على الجزر. اوكي. الخلطه خاصه فيك انت بس. أيه. عثمان بالضبط. يعني. بالضبط. وبعدين بحط عليه البصل المجروش. مجروش هذا. أيه. عقبها احط عليه البهارات. بهارات هذه قفشة هيل. أيه. نص قفشة دارسين، نص قفشة لومي. نعم. الدارسين أساسي بالطبخة الكويتية. بالضبط. أنا يعني الدارسين بالمشبوس خصوصاً. أيه. يعني أزيد منه. تمام. يعطي طعم ما شاء الله وايد حلو. أيه. والحين بحط الفلفل الأسود. تمام حلو. طبعاً نص قفشة أو قفشة على حسب الرغبة. حسب الرغبة. أي نعم. الملح بخلي لي آخر شيء، ما راح أحط الحين. أيه. لآخر شيء. لما سبكت الطبخة بحط. أيه. الملح. الحين شنو أسوي؟ أقعد أدعك كل شيء. مسجها. إيه بالضبط. طيب مساج الدياي. بالضبط. تحتاج مساج. إيه. إنزين. وأضيف عليه قفشة دهن. دهن. طريها شوي قصدك؟ طريها إيه. والحين أخلط كل المكونات مع بعض. طبعًا الخلطة هذه أنا أقدر أحشي فيها الدياي من داخل. نعم. وأخيطها. أيه. وأقدر أحطها كذي على بعض. إيه. عقب اخليها على جنب. حلو. شريحه البهارات طلعت الحين. ايه عثمان. بالضبط. الحين كذي خالصه اخليها على جنب ترتاح شويه. حلو. بعد المساج. الحين شو عندنا عقب الدياي؟ الحين بنحط المكونات كلها. أيه. بالجدر. تمام. وبالتالي بنحط الدياي عليه. ايه. أول شيء الزيت. أول شيء بنحط زيت زيتون، شيء بسيط. ما نحتاج كمية كبيرة. ليش حطت زيت زيتون شوية؟ ليش حطت كمية؟ لأن الدياية فيها دهن. راح يطلع منها دهن. أوكي. ما يحتاج أحط دهن وأغرقها بالدهن وهذا. نحط البصل ولا؟ بحط البصل. راح أضيف كمية راحية. أيه. من البصل. نحمس البصل. نحمس مع زيت زيتون. ايه لما شويه ياخذ اللون. ايه ما راح احط كل المكونات، شويه كمل يعني. ايه راح احط كل مكون، خليه يطبخ، طلع نكهته، انتقل للمكون الثاني. تمام حلو. تعطي كل واحد حقه. ايه كل شيء يعطيه حقه عشان ابي كل يعني عنصر يعطيني طعمه. البصل يعطيني طعمه، الثوم يعطيني طعمه، حتى البهارات العدله تعطيني طعمها، والبهارات الناعمه. أيه. اما كل شيء ياخذ حقه وحاصل. والمعجون. المعجون هذا بالنهايه. موضوع ثاني. موضوع ثاني هذا. زين كم يطول موضوع حماس البصل؟ لما يعطيني لون شقار خفيف بعد ما يشقر. اي خمس دقائق. لا 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 أقل, اقل 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 شوي عشان شوي يساعدني بعد. أيه. بالطبخ احط شويه، ادر عليه شويه ملح. أيه. مع البصل. تمام. شوي يساعدني انه يطبخ اسرع. حلو. ان شاء الله لو بدت الريحه تطلع ريحه الزيت الزيتون مع البصل. ايه الريحه تفاعل ويا. في وصفات ثانيه حمسه يعني. ايه في وصفات ثانيه شو يسوون؟ ياخذون كل المكونات يحطونها على طول مع الماء. ايه يطلع مشبوس، بس ما راح تحس فيه طعم نكهه المشبوس اللي طالع اللي طالع. ايه, أيه. انت زوجت تطبخ؟ انا بلشت اطبخ
لما كنت بامريكا هني بلشت شوي شوي اطبخ وحسيت يعني ان كنت طالب امريكا كنت طالب امريكا اي امريكا وتعلمت الطبخ تعلمت الطبخ هناك ومن شويه حسيت ان انا الطبخ هذا مكاني الطبخ كان يعني بالنسبه لي هو مثل ما تقول حاله مزاجيه تطلع فيها الغضب تطلع فيها الحب اللي فيك تطلع فيها كل شيء ويعبر عن وايد اشياء يعني انت قاعد يعبر عن حاله نفسيه يعبر عن حاله نفسيه مالتك اي اذا كان مزاجك سيء الناس بياكلون شيء سيء والعكس صحيح اذا الطباخ يعدل الحاله المزاجيه للانسان من خلال وجهه نظر عثمان طبعا انت اذا بديش المطبخ تطبخ ما راح تطبخ حق ناس ما تحبهم لازم تطبخ حق ناس تحبهم فيعني بتقدم افضل ما عندك احسنت احسنت الحين طبخ خلص طبخ تقريبا خالص كذي هني شوف قاعد نشم ريحه البصل قاعد تطلع ايه؟ بعد ما تطلع الريحه بخور مو بصل اي ايه؟ نضيف ثوم زين تقريبا ثلاث فصوص اربع فصوص ثوم ما يمنع هم انا اعطيه حاصله تمام وياخذ حقه بالحماس حماس شنو اللي وراه اللي وراه بنحط البهارات ايه؟ العدله بس شوي نعطيه ولا لا الحين على دايركت ما عليه ليش نحط بهارات اسمها بودر ليش عدله يعني بهارات البودر تكون ايه؟ وايد يعني ثقيله راح تكون راح تبين نكهتها حيل هذه مع الـ مع الـ الطباخ مع خلاص. الطباخ راح يعني نكهتها راح تصير شويه يعني اخف لومي عندنا اللومي بالبداية ايه؟ لومي بن كسرة شوية بس طقة ضربة خفيفة بس يطلع من داخلها ها اي بالضبط بسم الله دير بالك ايه. انا احط اللومية انا اكل خوفي من اصابات المطابخ والملاعب صدق من مصابات صدق المطابخ اي وايد عندنا زين شو العقبة بعدين نحط اوراق الغار كل شيء ايه. ورا بعض مو يعني كل شيء يدير ورا بعض ايه. تالي نحط الدارسين ايه. الحين ريحه البصل هي ريحه الطاغيه ايه. على الحماس ايه. ايه. ما ادري في الهيل يكسر ريحه او الفلفل الحب ما ادري ايه. الحين اخر شيء عندنا ايه المسمار وعندنا الهيل ايه وعندنا حبات الفلفل اوكي راح احطهم كلهم مع بعض الحمسه كامله كم تطول وياك الحين؟ الحمسه كامله مع الدياي وهذا بتاخذ كذي خمس دقائق كذي تكون حمسه هذه الحاليه هذه كذي كم يعني ثلاث دقائق بس كذي خالصين الحين شويه بلشت ريحه البهارات ايه قامت تطلع ليش رايك نطلع فاصل ونرد؟ يلا فاصل ثلاث دقايق وارد لكم. وقت الدقايق ولا البهارات اول شيء؟ وقت البهارات الناعمه، البهارات المشكله السبع. انا اساعدك احط يلا. احط يلا بسم الله. كذي بعد ما شوقر معاي البصل والثوم تمام داير على البهارات باقي البهارات؟ باقي البهارات لا بس هذا الحين كامل كذا الحين نحط الدقايق. بسم الله. اللي حطينا الديايه هذه الديايه نشيلها ايه نشوي لها مكان فاضي تمام ونحطها على ظهرها كذا نسوي مكان بعد هني الصوب الثاني ايه ونحط الديايه همن ثانيه على ظهرها ثانيه والحشو هذا بعد ما نستغني عنه طبعا نحطه فوق دائما الطباخ ما يقط شيء ايه كل شيء نستفيد منه اخر حبه كل شيء نستفيد منه ايه بجدر هذا حتى روس الربيان احطهم اقصصهم اخشهم عندي الوالده تقول لي قطهم بزباله وقطهم بزباله تستفيد منهم نسوي بيهم اي لا لا مرقه روس الربيان بالضبط اي الحين هذه اخليها تتحمش تمام ويعني الدياية تاخذ وقتها قبل ما احط الماي تمام الحين بنضيف الماي تمام حلو طبعا الماي فاتر ايه وماي حار شو معنى؟ هذا الماي اذا كان حار راح الدياي راح تطبخ بدون يعني طعم مع الماي الفاتر راح تاخذ هم من وقتها بالطباخ تمام زياده نعطيه كلها ولا جزء من نحط تقريبا لتر ماي تقريبا لتر الى لتر ونص ماي ايه كذي الطبخه يبي لها تقعد تتسبك حلو
روحها تطبخ ونين لها بعد نص ساعة. نص ساعة. سكر الجدر 25 دقيقة نص ساعة. تمام. لين يتسبك بعد نرجع لها. أثمان الحين ردينا. شو الخطوة التالية؟ كذي خلصت الطبخة بعد نص ساعة تقريبا. حلو. سكر على النار. ان شاء الله يبغبغ الماي. ايه. راح اشيل الدجاجة. ايه. واضح تأثير البهارات على الماي مال الدجاج. اللون هذا لون. ايه معطيك لون شوي غامج. خليني هني بالبايركس. ايه دير بالك. نفس الشيء الدجاجة الثانية. البهارات صراحة شيء قوي. بسم الله. خليها على ظهرها الجلد فوق. حق عشان تتحمش. مستوية الدجاجة. بالضبط. بس تاخذ لها شوية تحميش بالفرن. ايه. وتصير تمام. الحين راح اشغل العيش. قبل تشغل العيش. عثمان الدقوس. ايه الدقوس. ايه. سالفة صغيرة يعني مو عادة. شلون؟ العادة الناس تستخدم الطماط العادي. ايه. موجود. أنا أستخدم العادة الطماط المعلب. أها. يكون فريش. ايه. وسريع ويعطي طعم وايد حلو. مع شوية ملح، رشة ملح ورشة شكر. شكر مهم أساسي. أها. ايه. شكر يدي هذا. شكر ايه. دقوس. الناس وايد يعني كل ما أقول لهم شكر تقول شو متوكلنا شيء حالي. بس هو يكسر حدة الحموضة اللي تكون بالطماط. ايه. ملح. ملح وفلفل اسود بس ثوم. لا 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 ما يمشي اي ثوم بس صلت. ملح وفلفل ملح وشكر اول مره دقوس ما في ثوم ما احب طعم الثوم يكون نشخل ايه بسم الله شوي خوف بسم الله الحين نشخل سلام الريحه يا سلام يا عين يا الريحه حاضرين نشخل المكونات كلها المكونات يبقى عندنا بس الماي موجود في بالضبط الحين نحط العيش من غير دهن من غير دهن كل اللي دهن الدياي اللي طلع كان بالماي اللي موجود هنا ما تشوف شلون نقط من فوق هذا كله ماي الدياي بس قبل لا نحط الماي نوازن الملح شو نحط يعني انا يعني تحط انت وتذوق واللي يطلع وياك تمام حلو ولا حسب عينك على حسب عينك عينك ميزانك ميزانك عينك ميزانك بالملح شغل شوله شغل شوله ونحط مقدار الماي ايه ونرد مره ثانيه ايش كثر تحط ماي يكون تقريبا صبع او ليه ما يتغطى العيش بس يكون مقدار تقريبا صبع ايه شو يطلع معنا العيش بالتالي يطلع شنو؟ يطلع نثري نثري الحين نصك عليه على نار حامية كم مدته؟ يعني تقريبا تكون 10 دقائق نار حامية وبعدين 10 دقائق ثانية نار واطية وبعدين بيكون بس سمزم 100 دش بيوته دش وين؟ دش بيته عندنا شنو الحين دياي؟ الحين الدياي الدياي طبعا بحط عليها دارسين دارسين وبحط عليها ماي زعفران ايه والفلفل اصبخ اول شيء ماي الزعفران والزعفران والماي الورد نضربها لون الحين نضربها لون نعطيها لون ايه انت عرفت الخطوات كلها الحين يلا انت استاذ بالطبخ ما يحتاج يا بعدي ايه يعني منك تستفيد احنا نتعلم منك الله يحفظك يا رب الحين نحط الدارسين حلو دارسين على الدياي يعطيك نكهه نكهه اي مع بعد مع الفرن يصير نكهه شيء مغرمش هني هذا شيء اختياري فلفل اسود شيء بسيط بس على فكره ترى من عشاق الفلفل الاسود بالطبخ اي اي الكويتي وفي ناس ترش هيل ايه. انا يعني يهم ان ارش هيل بعض مرات وبعض مرات هيل عادي ولا يعطيه مروره؟ لا بالعكس يعطي شويه يعني يخلي الاكل شويه فيه ريحه حلوه اوكي تمام روح الفرن الحين ولا شنو؟ ايه بس بحط عليها شويه بخاخ بخاخ شويه زيت زيت وثبت ثبت ثبت البهارات البهارات اللي عليها والحين ندش الفرن طب كل الخطوات هذه
فكره عثمان. وفي ناس تقلد ديايه او لكت عثمان يقول في ناس تقلد ديايه انا ما يلا حط الفن الحين ايش عندنا عثمان الحين مدخله بالفن عشان تتحمش تالي نطلعها 10 دقائق كذي تمام 10 دقائق اذا نروح فاصل ونرجع حق احسن فقره في منو البيت وصلنا الحين احلى فقره في منو البيت فقره الدق الحين نعم النتشاب بالضبط الحين خلصنا طبختنا ما شاء الله الدقوس مع بيتش الاشار موجود وهذه المكبوس الكويتي على طريقه عثمان فهمدوه عثمان مشكور وايد اكرمك الله بالعافيه ما قصرت حبيبي بتن دايم نشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه مع مطبخ جديد وضيف جديد واكله جديده ومع السلامه مع السلامه